انا متشكره قوي يا سيف ان انت رضيت تيجي معانا المشوار ده. انا عارفه ان انا بتعبك معايا، بس ما كانش عندي حد غيرك اكلمه. كان نزومه ايه بس تتعبيه معانا؟ ما كنا خدنا ميكروباص. بليز بليز ما تجيبليش سيره الشيء ده تاني ايفر. ده كان اسوأ يوم في حياتي. انا مش هحكي لك كل اللي حصل، هقول لك موقف واحد بس صغير. كان في ست قاعده جنبي بترضع ابنها مش من الببرونه. طب وايه المشكله؟ ما عنديش مشكله بالهنا والشفا، بس ليه لما الطفل يخلص الرضعه يشقطها كلها عليا؟ قشط اسمها الطفل قشط، انما يشقط دي هناك في عباس العقاد. يا جماعه انا كده كده ما عنديش اي حاجه، وبعدين انا اللي انت تامري. طب بقول لك ايه يا برنس، هو الكاسيت مش شغال ولا ايه؟ شغال. طب ايه بيشغل، شرايط ولا اسطوانات؟ لا في يو اكس، خده وشغل اللي انت عايزه. لا لا ملناش في الاجنبي يا ابن عمي، شغل لنا كده حاجه شعبي جميله. اسمعي يا شوشو، اديني رمضان. اه حلو، واديني انا كمان رمضان. وحشتوني قوي قوي. انتوا عارفين من كتر قعدتي في السجن اكتشفت ان احنا قوتنا في لمتنا. انتوا وحشتوني قوي، انا كنت متاكد انكم مش هتغيبوا عني اكتر من كده، وانكم تيجوا تزوروني على طول. بس احنا عايزينك في موضوع تاني خالص. والله خير. احنا عرفنا ازاي هنوصل للثروه بتاعت جدو. ثروه الداد ازاي؟ هاو، فاكر المجله اللي سابها جدو اللي ماما ميمي ماسكاها طول الوقت؟ ايوه بلا. لقينا فيها مسج من جدو بيقول لنا ازاي هنوصل للفلوس. مسج في المجله ازاي؟ هاو؟ ما هو انا حليت الكلمات المتقاطعه ولقيت فيها رساله بيقول فيها ان الثروه في لغز ميكي. حاولنا بقى نقرا اللغز وما فهمناش حاجه. ايوه هو اللغز بيبقى صعب شويه، بس انتوا فاتتكم بحاجه، الحل بيبقى المقلوب دايما. ايوه ما احنا حلينا بالمقلوب وما فهمناش حاجه برضو. طب هو اللغز كان بيقول ايه بالظبط؟ ثانيه واحده اتفضل. ايه ده، انتوا جبتوا المجله دي ازاي من ماما ميمي؟ ازاي هاو؟ ما هي خالتي حطت لها حبيتين اباتريل في الشاي كومها. مش ممكن بندو ده، انا متربي على بندو. سيبك من بندق وخليك مع ميكي، عرفت تحل اللغز؟ بس هو المسألة صعبة، بس يمكن. يمكن ايه؟ يمكن يقصد بمكتب الدمنهوري ده المرسم بتاعه؟ ايه علاقة الدمنهوري بمرسم جده؟ المرسم بتاع جده كان في عمارة اسمها عمارة الدمنهوري نسبة لصاحبها، حتى احنا كنا مسميين المرسم او المكتب يعني مكتب الدمنهوري. طيب يبقى الحل في المرسم ده، نوصل احنا للمرسم ده ازاي؟ المرسم ده في وسط البلد، بس مش هينفع تروحوا من غير بندق، لان بندق هو اللي معاه المفاتيح. مش وقت استظراف خالص يا عمو، انجز. بندق ايه؟ يا بنتي انا ما بهزرش، انا بتكلم جد. نيلي ما تشوفي بابي عشان بيهزر جامد. بابي لخص، مين بندق ده؟ بندق ده يبقى عم بنداري، وده المساعد بتاع جده وكاتب اسراره، الراجل ده هو اللي مربينا، جده ما كانش بياخده خطوه من غيره. بنداري يبقى بندق، وبندق يبقى هو بنداري. طيب احنا نوصل لبنداري ده ازاي بقى؟ بسيطه قوي، انا معايا عنوانه. سبحان الله، يعني الحوار ده طلع بجد؟ شكله كده. يعني جدك كان يقصد حاجه باللغز عشان يلاقي الكنز. بعدين بقى يا سيف نتكلم في الموضوع ده. ميرسي قوي يا جماعه انكم جيتوا معانا. تحبوا بقى تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ ننزل ده ايه، احنا جايين معاكي عند عم بندق. جايين معانا ليه؟ عشان انا ليا في الفلوس زي ما انت ليكي فيها بالظبط. انت اكيد مش في وعيك بقى. ليه يا حبيبتي، هو مش جدي زي ما هو جدك؟ ايوه بس هو ساب لنا احنا المجله وساب لنا احنا الفلوس. بقول لك ايه يا بتنتي، الفلوس دي هتتقسم بالحق وشرع الله. هو لو كان عايز يسيب لكم فلوس كان يسيب لكم انتوا كمان مجله. انت شكلك نصابه يا بنت، انت وعايزه تاكلي حقي. حقك ايه يا متخلفه انت؟ حقي يا حبيبتي بالشرع والقانون. تعالي نطلع على الاسم وعرفك يعني ايه حقي. انت فاكراني هفايه ولا ايه؟ ده ناكلك صاحيه كده. لا انت شكلك بقى قلت الادب وعايزه تتضربي. مين دي اللي قلت الادب يا بنت؟ لا لا انا ممكن اتضربي، انا اللي ممكن اتضربي من شعرك. بس مش عارف اسوق، بتوتر وانا سايق. طب ما تجيب اسوق انا شويه. يا اخي ما تلمسنيش، ومحدش يسوق عربيتي غيري. الجو ده خلاص يا جماعه خلاص. انا اصلا دلوقتي بفكر مع نفسي موضوع اللغز والمجله وبندق وبنداري اي كلام فاكس يعني. صدقي فعلا فاكس، ده حوار عبيط اساسا واحنا مش فاضيين للكلام ده. بالظبط. هيا قولوا لي بقى، تحبوا تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ هنا فين يا ست الكل؟ هنا منطقه مقطوعه، ولا في اتوبيس ولا ميكروباص ولا توك توك حتى. هننزل هنا وناخد تاكسي عشان نطلع على مشوارنا احنا يا هاني. تاكسي يا بنت انت اتجننتي؟ بعدين مشوار ايه اصلا؟ مشوارنا يا هاني اللي في التحرير. طيب خليكم، انا كده كده هعدي على التحرير، ابقى انزلكم هناك بالمره. احنا مش رايحين التحرير يا سيف، احنا رايحين اكتوبر. اكتوبر ايش معنى؟
مش احنا قلنا هنعدي على شريف وسوء عشان نروح السينما؟ ايه ده، هو شريف رجع من البلد؟ الباشا من شويه قال ان هو رايح التحرير، مفيش مشاكل، روح التحرير ونزلنا مهمشه ناخد اي حاجه من هناك. هشهشت، احنا مش رايحين الاميكن دي. خلاص نزلنا المؤسسه وناخد ميكروباص وامرنا لله. انت ليه بتصعبها؟ امال هننزل هنا فين يعني؟ بقول لك ايه، نزلنا المؤسسه. يا اخي ما تلمسنيش، قلت لك. وبعدين انا ما عنديش مانع انزلك المؤسسه، لكن انزلك مؤسسه ايه؟ مؤسسه مصر الخير، مؤسسه الوفاء والامل، انا مش عارف. مؤسسه مؤسسه يا هاني، ما احنا هنركب تاكسي. قلنا اللي تاكسي تاكسي هتدفع انت. هدفع يا معفن. يلا سلام عليكم. يلا استني، اديني المجله. الله، انت مش قلتي مش فارقه معاكي المجله؟ المجله بتاعت ماما ميمي اصلا. طيب ما احنا هنخلص على طول وهنيجي. مش انتوا لسه هتخشوا السينما؟ مش داخلين السينما؟ ايوه داخلين السينما. طب خلاص، يبقى سلام عليكم والنبي على جنب بقى يا عريس. شكرا. الله، سلام عليكم. كنا رحنا معاهم السينما. اسكن بقى، انا عمال اغمزك وانت مش فاهم حاجه. حدائق القبه يا اسطى. حدائق؟ انت مش رايح التحرير؟ هصاحبك بعدين. يلا اركب. يعني هو المرسم بتاع جدك ده هنلاقي فيه كنز؟ ما تبقاش اوفر يا سيف، كنز ايه دي؟ فلوس عادي. خلاص، اول ما الراجل يطلع نمسكه ونكتفه ونقوم ضاربينه واخدين الفلوس. لا، هناخد منه المفاتيح ونروح المرسم. اسكت بقى. اصل انا جاي عندي طاقه كده ومتحمس ان انا اكتف حد. طب خلينا نعرف ده البيت ولا لو سمحت. ده بيت عم سنجاري. سنجاري ايه؟ ده بيت عم رده مقفول، واحنا جايين قدوره. لو سمحت، ده بيت بنداري. عم بنداري ساكن في اول دور تحت. اه شكرا. ريحته قلب الدنيا يا عم سنجاري. هاي انكل بندق. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنتي. حضرتك مش هتعرفني، انا نيلي عبد الله مكاوي. اهلا نيلي، مش معقوله انت كبرتي قوي يا حبيبتي. اتفضلوا اتفضلوا يا اولاد. ولا يعني شكلنا جينا في وقت مش مناسب. اصل طالما الراجل شعره بقى رزي ولبس الروب ده، يعرف ان جوه في شقه لباظات. ولا ليه؟ اتفضلوا، تعالوا تعالوا اتفضلوا. يلا. ايه ده؟ هيخلينا نتفرج؟ شرفتونا. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. ازيك يا انكل عم بندق؟ لا ارجوكي ما تعليش صوتك، عشان هنا انا عايش لوحدي. مش قلت لك الراجل ده بتاع شقه لباظات؟ والله والله انا كان نفسي ان انا اجي ازورك، خصوصا بعد اللي حصل لبابا ده، عشان كنت اطمن عليكي وعلى ماما ميمي وعلى شريان. بص بقى يا انكل عم بندق، انا مش عايزه اي بني ادم يعرف ان انا جيت لحضرتك هنا، بالذات اللي اسمها شريهان دي. خلاص يا بنتي، خلاص خلاص، اعتبر سردك ده في بير. طب ده جدك الله يرحمه كان بيعتبرني انا بير اسراره، صندوق الاسود اللي بيتحط فيه كل الاسرار بتاعته. الحمد لله بعد ما مات مفيش سر منهم، لا طلع قبل ما يموت ولا بعد ما يموت. كويس.